الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. طيب، في سورة نوح ما زلنا مع كلام الله جل في علام. قال الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أنا اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. طيب، هنا في قوله تعالى: إن أرسلنا نوحا إلى قومه، تعلمون أن أول رسول إلى البشرية هو نوح عليه السلام، هو شيخ الأنبياء. ونوح عليه السلام يعني أرسل سكان جزيرة العرب، وكان يسكن بالكوفة. ونوح عليه السلام كما قال ابن عباس كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلها على التوحيد، كان بين آدم وبين نوح عليه السلام 10 قرون 1000 سنة كلها على التوحيد. ثم دب الشرك في قوم نوح، والعجيب في ذلك هي المسألة العظيمة، هي مسألة حسم المادة وسد الذريعة، أن قوم نوح دب فيهم الشرك، وكان كما قال ابن عباس يعني هناك من أهل الصلاح والديانة والعبادة والمسارعة في الخيرات من صوروا لهم التصوير وجعلوا لهم التماثيل على أساس أنهم إذا رأوهم تذكروا اجتهادهم في عبادتهم، فكانوا كذلك وفعلوا مثل ذلك، وكان هذا طبعا من تلبيس إبليس عليهم ومن استدراج إبليس واستدراكه على هؤلاء حتى تقاعد العلم وتناسى واندثر فعبدوهم من دون الله جل في علا. 10 قرون كانت على التوحيد بين آدم وبين نوح. ثم بعث الله نوحا عليه السلام إلى قومه، بعث نوحا إلى قومه ليردهم إلى دائرة التوحيد، لأن هذا هو الأصل في الخلق. الله تعالى خلق الخلق لمهمة عظيمة، لقضية الكون الكبرى، وقضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علام. عليكم السلام وبركاته، رضي الله عنك حكيم، أحسن الله عليك أنيس. فهنا الحكمة العظيمة وقضية الكون الكبرى توحيد الله جل في علام، ونوح عليه السلام أرسله الله تعالى لتحقيق هذه الحكمة وتحقيق هذه القضية. وما أرسل الله رسولا إلا أوحى إليه أن يعبد العباد لرب العباد وحده لا شريك له. شوف إيش قال الله تعالى: وما كان البشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليوحدون. فهنا بعثه الله جل في علاه نوحا إلى قومه لأنهم كانوا قد عبدوا الأصنام وكفروا بالله الواحد الديان وتمادوا وطغوا وتكبروا وتجبروا وزادهم عصيانا فوق العصيان بأنهم كفروا بالله الواحد الديان سبحانه جل في علاه. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنه الله تعالى لا يعذب قوما ولا يهلك قوما إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وهذا أيضا فيها يستدل بها علماؤنا على مسألة العذر بالجهل. قال الله جل في علاه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقول. لذلك قال: إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. وهذه من وظائف النبي، وظائف كل نبي هو أن يكون نذيرا وبشيرا، أن يبين ترغيبا وترهيبا، وأن يبين قضية الكون الكبرى. قال: من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. هذا العذاب الأليم الذي يأتيهم في الدنيا قبل الآخرة، لأنهم لو طغوا وبغوا وتكبروا وضرب الله لهم أجلا مسمى، فإن الله جل وعلا يهلكهم بعد ذلك كأهلاك الأمم الكافرة التي كفرت بالله جل وعلا وجحدت بآياته وصدت رسله. قال: إن أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك، وهذا أمر من الله جل وعلا، وهذه هي وظيفة الأنبياء.
التبليغ عن ربنا الرحمن سبحانه وجل في علاه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالته، إنما على رسولنا البلاغ المبين. قال الله تعالى: قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يعني هنا لطفهم ورفق بهم، وهذا بالضبط كل نبي كان يأتي يتأتى عليه زمنه ويعرض رسالته على قومه بكل لطف وبكل لين وبكل رفق وبكل رحمة. وإلى ثمود أخاهم وإلى عاد أخاهم، وهذه تدل على أمرين: أخوة النسب مع الرفق في الدعوة، مع الرفق في الدعوة، فكان الرفق عظيما في الدعوة هنا. فقال يا قومي، وهنا دلالة على 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 الحنو عليهم لا تفهم، يا قومي، ما قال يا كفر يا فجر وأنتم القوم الذين فيكم الضلال، عبدتم الأوثان والأصنام، والله جل فعلا الذي خلقكم ورزقكم وأعطاكم ومنحكم، لكنه تلطف، قال يا قومي إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، ألا تشردوا على عن الجادة، ولا تجعلوا للأهواء مكانا في قلوبكم، واعبدوا الله وحده لا شريك له. فهو أرسله الله جل وعلا إليهم لتحقيق قضية الكون الكبرى. أنا قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فأمره بالتوحيد وتقوى الله في البعد عن الحرام والعمل بالحلال. قال وأيضا الثالثة وهو طاعة الرسول، طاعة الرسول، هو لو كان آمن به لابد أن يطيعه. فأكون لكم بعد ذلك الصلاح والرشاد والسداد والفلاح، ولكم السعادة والحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة السعادة الأبدية السرمدية بجوار رب البرية. قال الله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال يا قوم إن لكم نذير مبين أنا أعبد الله، وهذه قضية الكون الكبرى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا لازمه كما قلنا التعبد، شهادة بلسان الحال والجوارح ولسان المقال والقلب. والنتيجة أن أعبد الله، وأن هنا تفسيرية أو تعليلية، العلة والحكمة من إرسالي هو أن أحملكم على عبادة الله وحده لا شريك له، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله لا يؤخر لو كنتم تعلمون، أي أنكم إن فعلتم ذلك واستجبتم لما دعوتكم إليه فعبدتم الله وحده لا شريك له وتركتم عبادة الأوثان والأصنام وأطعتم أمري غفر الله لكم من ذنوبكم. بعض العلماء يقول من هنا تبعيدية، يعني غفر لكم من ذنوبكم، الحق أن هذه بعيدة، الصحيح أنها يعني أغفر لكم ذنوبكم، في قوله تعالى يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه، قضية الكون الكبرى تحقيقها. قال يغفر لكم من ذنوبكم، بعضهم قال من هنا تبعيدية، يعني من بعض ذنوبكم، وهذا بعيد. التوحيد مهلكة لكل الذنوب إذا صح التعبير، يكفر كل الذنوب الصغير والكبير، لقول تعالى: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتكون هداية تامة وأمن تام مع تحقيق التوحيد الكامل التام، فتكون هنا من زائدة مؤكدة، يعني يغفر كل ذنوبكم تأكيدا، وأن الله لا يترك ذنبا من ذنوبكم إلا واغفره. أنت أرأيتم قول سلم قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يغفر لكم ذنوب من ذنوبكم، يعني يغفر لكم ذنوبكم، وهذا لما يقول يغفر لكم ذنوبكم كبيرها وصغيرها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهنا لأنه أضاف والإضافة عم، فعمت الصغيرة والكبيرة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل التوحيد، وأن التوحيد يكفر الله به الذنوب الكبيرة الكبائر والصغائر، ويؤخركم إلى أجل مسمى. إلى أجل مسمى عن الأجل الذي ضرب الله لكم وقدره لكم، لأن قال الله تعالى: لكل أجل كتاب، ولكل أمة جعل الله لها أجل، قال: لا يستقدمون عنه ولا يستأخرون. قال: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون،
يعني استجيبوا لي واعلموا أن الله تعالى ضرب لكم توقيتا ميقاتا معنا لا تستقدمون عنه ولا تستأخرون، وإن إنه إذا جاء الأجل انتهى العمل، إذا جاء الأجل انتهى العمل، فأنتم تحتاجون إلى مغفرة الذنوب وتحتاجون إلى 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 رفع هذه السيئات والخطيئات عنكم، وإلا لو أخذكم الله بها لعذبكم عذابا أليما. قال يغفر لكم ذنوبكم وأخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، إن أجل الله إذا جاء قال لا يؤخر، أي إذا انتهت أعماركم التي كتبها الله لكم وأنتم على كفركم فإن الله لا يؤخركم لحظة، فبادروا بالإيمان قبل الغرغرة وقبل فوات الأوان. ولذلك قال لو كنتم تعلمون، يعني هذا لعلمكم ولا تجهلوا، وجاءتكم النصيحة وجاءكم النذير، فما عليكم إلا السمع والطاعة، وما عليكم إلا المسارعة في الاستجابة، وإلا من أصابه الهوى أو اتبع هواه وأصابه العجب والكبر والغطرسة فهذا عذابه أليم وعقابه شديد قد لا يتحمله بحال من الأحوال. قال الله تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. عاش فيه نوح عليه السلام 1050 عاما يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا صابرا محتسبا، يلين طارة اشتد طارة يرغب يرهب، ومع ذلك هم على شيء واحد وهي الكفر والعجب والاستهزاء والسخرية. ولما أمر الله جل وعلا أن يصنع السفينة، لأنه قال لن يؤمن قومك إلا من قد آمن، لما أمره أن يصنع السفينة كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا أسخر منكم كما تسخروا. قال الله تعالى قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يعني نوح عليه السلام استغاث بربه جل في علاه، قال يا رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أنا لم أكف عن الدعاء، والله جل في علاه أعلم، لأن الله بعثه يعني بعثه بالرسالة ليبلغها، حفظكم ربي جميعا ليبلغها. ولذلك قال الله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ المبين، إنما على رسلنا البلاغ. الله يرضى عنك يا سيد، نسأل الله أن يحفظك ويحفظ الجميع، اللهم أمين رب العالمين. فقال نوح عليه السلام إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني أنا ما تركت الدعوة لهم سرا وجهارا ترغيبا وترهيبا نذارة بشارة، ما تركت شيئا لا شاردة ولا وردة ولا شذة ولا فذة تقربهم مني ومن دعوتي إلا دعوتهم ولكنهم يأبون علي. قال يا ربي أنا أستغيث بك، لأن نوح عليه السلام يريد أن يبرئ ساحته أمام الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال هل بلغت؟ قالوا اللهم بلغت. قال هل بلغت؟ قالوا نعم. فقال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. فانظر هنا يريد نوح عليه السلام براءة الساحة له أمام ربي جل وعلا ويستغيث بربي، رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، كلما دعوتهم أعمقوا في الضلال وفي الغي وفي الكفران وفي العصيان وأيضا في السخرية والاستهزاء، نعم، وشردوا عن سماع النصيح وأعرضوا عن الحق أيما أعراض، وأعرضوا عن قبول الحق وتكبروا على الله جل وعلا وتجبروا على رسول الله واستهزأوا به وسخروا منه كلما مروا عليه بذلك. قال الله تعالى وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. معنى هنا أني دعوتهم كلما جئت أدعوهم إلى ربهم جل وعلا لتوحيد الله لتحقيق قضية الكون الكبرى لما فيه من سعادة وخير وسرور وحور وحبور لهم، فإنهم ومغفرة لذنوبهم وسيئاتهم وخطياتهم سدوا الأذان، يعني كانوا جعلوا الأصابع في الأذان سدوا الأذان لئلا يسمعوا مني ما أدعوهم وأعظهم به، وغطوا رؤوسهم ووجوههم بثيابهم حتى لا يروني ولا يسمعون كلامي، كما كانوا يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا قال الله تعالى يعني فيهم قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ولأن الله جل في علاه بيّن أيضا في حالهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، نعم، لعلكم تغلبون. فأصروا على الكفران والعصيان واستكبروا وتجبروا على رسل الله جل في علاه، فأمعنوا في العناد والجحود، أمعنوا في العناد والجحود. لذلك قال الله تعالى
مبينا ما قاله نوح عنهم واستغشف ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. الانكسار عند الله جل وعلا أقرب ما يكون للمغفرة وللرفعة. ويقول الله جل وعلا شوف وصف لنا يونس ماذا فعل، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقل إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالانكسار لدى باب الجبار يكون فيه الخير الكبير، ويكون فيه الرحمة والمغفرة والعلو والسمو والمنزلة الرقية السمية. لذلك قال ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني علمت لهم وسررت لهم إسرارا. فبين نوح عليه السلام كيف بذل كل ما يملك، يعني استفرغ الوسع وبذل الجهد في الدعوة إلى الله جل وعلا 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم للواحد القهار الجبار، ولكن لا حياة لمن تنادي. كما قلنا من ركب الهوى لن تجد له وليا مرشدا، من ركب الهوى لن تجد له وليا مرشدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا فانتظر الساعة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن ينقاد وينصاع إلى 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 ما جاء من الوحي والبيان، ونسأل الله في عليا أن نكون من أطوع الناس لربنا الرحمن، ومن أعظم الناس اتباعا لنبينا العدنان. طيب بهذا نكون قد انتهينا من تفسير أول سورة نوح التي طلب منا أن نشرحها أو نفسرها، لأن البعد بفضل الله تعالى يكون انتهى التفسير بهذه الطريقة. من النواقص التي يعني الإخوة ما رفعوش التسجيل فضاعت منهم وغفر الله لهم، لكن هذا فيه الخير. الفوائد المستنبطة: ما من نبي إلا وجاء بتوحيد الله جل وعلا، يعني جاء بالإسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وهو التوحيد وشرائعهم شتى. أعظم الكفر الإعراض، أعظم الكفر الإعراض، كفر الإعراض. على المرء السعي والبلاغ والنتائج على الله، على المرء السعي والبلاغ والنتائج على الله جل في علاه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.